هذول النواب المعترضين من أتت لهم السلطة يعطلون نص دستوري ويعطلون الإسلام باعتباره مصدر أساسي؟ شنو ذول النواب جو من بيت الخلفوهم لهم ممثلين عن الشعب؟ حريتنا في اختيار أحوالنا الشخصية، لا نائب ولا معترضين ولا 100 نائب ولا 121. زين، يحترمون أنفسهم ويطبقون الدستور والأحكام الشرعية، واللي يريد يبقى على قانون الأحوال الشخصية المادة 41 تجيز له تطبيق الأحوال وفق الاتفاق، فيطبق عليه وعلى عائلته قانون الأحوال الشخصية 188 89، مو يطبقه علينا كعراقيين.